بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، تعود المسلمون والمسلمات في مثل هذه الأيام أن يتحضروا لصوم يوم غد وهو يوم التاسع، واليوم الذي بعده وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم، أول شهر من السنة الهجرية الجديدة المباركة. أسأل الله تعالى أن يجعلها سنة خير ورحمة للأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وذلك حبا في أخذ الأجر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف الذي رواه ابن عباس والحديث في البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى المدينة المنورة فوجد اليهود يصومون يوم العاشر، فسأل عن ذلك فقالوا ذلك يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من فرعون وظلمه، فقال أنا أحق بموسى منكم، وأمر صلى الله عليه وسلم بصوم هذا اليوم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المسلمين بصيام يوم التاسع مخالفة لليهود. أيها الأحبة في الله، لابد لنا أن نطمع بالأجور، وكل واحد منا يصوم في مثل هذا اليوم يطمع أن يكفر الله جل جلاله له سنة كاملة من الذنوب، هذا مطلوب. لكن ليس الأمر هنا وحسب. أيها الأحبة في الله، الأمر أعمق بكثير، ولابد لكل مؤمن ومؤمنة خصوصا في هذه الأيام أن يقف مع عاشوراء وقفة تدبر وتمعن وتفكر. لماذا اليوم؟ لما صوم يوم عاشوراء يكفر الله جل جلاله فيه سنة من الذنوب والمعاصي والزلات والسيئات. لما يا رب اخترت هذا اليوم؟ لما يا رسول الله اخترت لنا هذا اليوم بالذات؟ أيها الأحبة في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود عندما قالوا له هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبه الأمة أن هذا اليوم يوم مبارك، يوم فيه عزة وذلة، يوم فيه نصر وهزيمة. هذا اليوم كما ذكر أهل السير والتاريخ نجى الله جل جلاله فيه الكثير من الأنبياء كنوح عليه السلام وغيره من الأنبياء. إذن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول للأمة سيمر عليكم كما مر على بني إسرائيل، فقوموا بما قام به موسى ومن معه. ماذا فعل موسى ومن معه؟ قال جل جلاله في آيات رائعات جميلات في سورة الشعراء، عد لها واقرأها بتدبر، قال جل جلاله فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى. من أصحاب موسى يا إخواني؟ شرذمة كما وصفهم فرعون، قليلون، أعداد قليلة، فيهم النساء، فيهم الأطفال، فيهم الشيبة، فيهم المرضى، عدد قليل مع موسى. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. يا موسى البحر أمامنا، يا موسى هذا فرعون ومن معه من الجيوش المجيشة والجنود القوية بالعتاد والعدة، يا موسى هم خلفنا، ماذا نفعل؟ أين نهرب؟ ظهر الإيمان، ظهر اليقين، ظهر التوكل، ظهر الاعتماد على الملك. قال لهم موسى عليه السلام قال كلا. قال أهل اللغة هنالك فرق كبير بين كلا ولا، لا تقال للنهي، أما كلا تقال للنهي مع الزجر مع الغضب. فقال موسى كيف تقولون هذا؟ لسان حاله يقول لمن معه من أهل الإيمان كيف تقولون إنا لمدركون، أليس معنا الله؟ قال كلا إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين. لكل مظلوم، لكل متألم، لكل مكلوم، لكل مديون، لكل من يشعر بالظلم، لكل مأسور، لكل من يشعر بالأسى في هذه الأيام، يصوم يوم الغد يوم التاسع ويوم العاشر
ولسان حاله كلسان حال موسى عليه السلام، يقول إن معي ربي مديون ولكن إن معي ربي مظلوم ولكن إن معي ربي، كما قال جل جلاله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا شيخ عن شو عم تتكلم؟ ما تكون مش شايف الأرض، مش شايف الدنيا؟ الدنيا بأسرها اجتمعت علينا غلاء ووباء وبلاء وتسلط أعداء وجلسين في البيوت وإغلاق للمحلات والمؤسسات، وهذا حالنا، الدنيا كلها اجتمعت علينا. كلا إن معي ربي سيهدين. بعد ما ظهر التوكل واليقين والاعتماد على الملك وحسن الظن بالله، مباشرة ماذا كان الجواب؟ قال: فأوحينا، فاء الفورية مباشرة، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. بالله لو تنزل شوي على البحر وتاخذ معك عصاي وتوقف على البحر وتضرب البحر بالعصا، شو بصير فيك؟ بيطلع الماء ويؤذيك ويؤذي من خلفك ومن حولك. ولكن هذه الضربة لموسى كانت مختلفة. قال: أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. معقول بحر جف صار يبسا تجري عليه وكأن الماء لم تلامسه من قبل وكأنه منذ آلاف السنين يابس ليس عليه الماء؟ ثم قال جل جلاله: وأزلفنا، قربنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. كتير اللي بصوموا عاشوراء وكتير اللي بصوموا تسعاء، ولكن هل علموا؟ هل علموا أن كل سنة يتجدد في قلبنا اليقين، يتجدد في قلبنا حسن الظن بالله جل جلاله، مهما ازداد الألم وازداد الأسى وازدادت الشدة على الأمة، فالله جل جلاله سيحدث لها فرجا قريبا. ثم ختم الله جل جلاله القصة بقوله: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعز من يشاء، يذل من يشاء، يرفع من يشاء، يخفض من يشاء، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، ذلك هو الله العزيز الرحيم. وأخيرا أيها الحبة في الله، صوم يوم التاسع مع اليوم العاشر مخالفة لليهود، حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن لك أيها الأخ الحبيب ولك أيتها الأخت الكريمة شخصية خاصة لا ينبغي لك أن تميعها، لا ينبغي لك أن تضيعها، شخصية المسلم الملتزم، شخصية المسلمة الملتزمة بظاهرها وباطنها، بحجابها ولباسها وقلبها وقالبها، بمظهرك وباطنك أيها المسلم الأخ الحبيب. مهما صار من شدة وضعف للإسلام ابق رافعا رأسك وقل كما قال الشاعر: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. إذن يوم التاسع تحقيق لاتباع السنة وتحقيق للشخصية الإسلامية، وصوم يوم العاشر إظهار للعقيدة الإسلامية، عقيدة التوحيد، عقيدة اليقين، عقيدة التوكل، عقيدة الاعتماد على الله. هنيئا لمن صام بهذه الصفات وطلب من ربه جل جلاله أن يكرمه بها. تقبل الله مني ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.